زين عندنا حتلة يدي هذا لا خوت شي جابوه صح له فيه يسحقه لقد خاقة واي نختار نقول هذا المدير سليم نختار نقول هذا المولي جاءت المعنية وراني مولي طالب الرئيس والقزواني بانو هاي زيادة تشبع سليم يتموا يعطوها لنا نحن هاو زمالية تتوياش انا هذا ما هو الزمالية نشتغلوا شي من الشغلة ما يشتغلوا ما هو الحمير يا قايل احنا ما غدانا في شي احنا هذا معدلين وكامل قلنا احنا نشتغلوا لا في وطننا يوم معدلين وكامل هذا طراعي فيه هاي القبلة اللي نحن فيها وهذا كان طراعي فيه احنا هذا ما سبع عندنا من سبعنا اللي نعودوا معدلين في وطننا ما خدموا في ايدينا شهاداتنا في ايدينا وفيلاتنا هاتكم تم تعطوا سيادة سليم تعطيها للعمال وتخلينا احنا يا الناس راهو هذه رواية وهذا قرار راهو فاشي لا يقد يتم استمر هكذا انتم يجي الاعمال ما اعطيتهم انتم شيء هم لا يعطونا احنا شيء على الاقل لا اعطوهم شيء اذا كانوا يعطونا شيء ولك شد الاخبار لا خلوك دوك دوك بيناتكم انتم ورجال الاعمال هم يا غير نحن شريحه من صوماليا لان ربو هاد احنا شو الواقيش فينا الدم وفينا الحوض نتكلم ونحسو هاي زيادة تعب الفريق نحن زين عندنا تعب والو يا غير مولي في الحقيقة هاي زين عندنا تم تعب وما نحن طاقنا احنا هذا شيء طار فيه الزمن لا قيت الحال مستمر هكذا طالب ياك سيد الرئيس ورانا طالبينك طالبينك مشينا وزير والله حد من حكومتك هاي مشكلة حلها لنا تلاقي شي من القضايا يا بدالهم ياسم الوقت ياسم الزمن قضيتنا احنا كافيتنا السنياتير الناس السنياتير بلنا ما اعتز تنتج باشي ما اخبرنا فيه هذا يا خوش ما قال بحد احنا هذا الناس نشتغل معاهم سليم نصها كامل جيدها لا جمالية لا هلي كماي وهلي حمير وهلي الفيلات مالانو نحن ما عندنا جايين قد يتمنا نشتغلوا ونخلاو ونذراو وزيادة توخوا فوق روسنا وقالنا انتم لما اكون فيه ما ينفع لا وزين انسان انتم يا خد عندكم 100 ثانية شوي إنسانية يا تعود سليم عندها إنسانية على الأقل نحن هذا العمال اللي معاها الجمعية ظل يشتغل تحته نحن غاصبين ما عاد ليش معنا معادين معاهم ولا هما أكرم منا ولا هما خير منا لا اللي عندنا هما تعدلوا شغالية توبوا لكم 10 مرات والفيلات يشتغلوا ينيني يا خلاو يا الناس خد عافية وجمالية راكم مأساة نحن خلاص ما يقد حد يتم شهر كامل حاني خلاص ونيني شي احنا واحد هنا قزل هو من الشركة يجيب الدشرة يقوم يتري يجي في القلب يجي في الشركة ويشغل في الدشرة فيني ما هوش اركان شابر شي يعاونه ما يشغل في الدشرة هو تعبان شو شغله في الدشرة يستراح فقر ما هوش شابر شي عايشه اناكم توا عود عارف ان احنا حال هاي الجمالية وهذا هن توياش الجمالية فاصلين حد مدى هاي زيادة على الأقل تم تحفوها ثم يجبروا على وان يجبروا زيادات على الأقل بعد هاي يعدلوا ما أقولكم تم ذات زيادة هذه 14 مليون طن حصل بحصلتها معايا رسمي وحدها بحصلتها شوي هاو اللي يجين تراعوا فيهم هاو اللي يجين هاو اللي يجين حصينها شوفوا هذا اللي يجي يتراعى فيهم حصينا لا هم رسمي وحدهم وش بتم تعطوهم زياده وتخلوا نحن ولا تعطوهم اعطوهم يا نحن اعطونا الشيء احنا رسمين احنا ما نحاسبين لهم شيء ما نحاسبين لهم شيء خوتنا وعندهم العيال وعندهم تركه وعندهم العلاقات وعندهم واذا كانوا نعرف بينهم وين وفاصلين فينا قال اعطوهم احنا مري لا كيفتهم
هاد هو محصن ظروفه، نحن ما محصن ظروفنا. رجال الأعمال أعطوهم شيء قاعد يتموا يعطوهنا، هذا هو الطالب منكم. ما قد انتموا قالنا شركة ما أعطاتكم شيء وإحنا ما نعطيكم شيء، ما وصالة. هذا قرار فاشل لازمكم تخموا فيه. نحن عيد واحدة كاملين، هاي سليم رافدينها كاملين، كلنا دار في عيد وعاون فيها. هذا تعال فيه، هذه 14 طن بما لا تعدوا رسمين يرقصوا، نحن سليم ترقص رسمين لا ترقص نحن.